سؤال الأخت سلافة بتقول هي نذرت أن تصوم شهرا وصامت 3 أيام ولم تستطع أن تصوم 27 يوم الباقية. ليس للنذر كفارة إلا الوفاء به. النذر ما عنده كفارة، يعني أقول لها تطعم مساكين تطعم، لذلك أنا سألتها لماذا لم تستطيع أن تصومي، قالت ما عندها عذر، يعني ليست مريضة، ليست حاملا، ليست مرضعا، فيجب عليها أن تصوم. ولذلك النذر مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج به من البخيل. انت كانك بتشترط على ربنا سبحانه وتعالى، يعني تقول لي يا رب انت لو عملت لي الحاجه الفلانيه دي انا بصوم لك، انا لو نجحت لي ولدي بعمل لك لو. نعم. هذا ما يجوز، يعني الانسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه. النذر لا ياخذ حكم اليمين في انه لا، النذر الفقهاء يقولون ليس له وفاء الا الوفاء، ليس له وفاء الا الوفاء به. فان لم يستطع، اذا ما استطاع لمرض مثلا، زول بيجي عنده سكري، زول بيجي عنده ضغط، زول كبر خلاص ما يستطيع حتى رمضان ما بيقدر يصوم، فهذا يطعم عنه. أكرمك الله شيخ الكريم.